يا فاروق، مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج كلام في الميديا وكل متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان يا امير. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل. متفائل يا امير؟ انا ان شاء متفائل. الله ان شاء الله كلنا متفائلين، وباذن بإذن الله الله باذن الله هنقدر نفوز ونفرح يوم السبت باذن الله تعالى. طمنا بقى فاروق، وطمن كل جمهور الاهلي على استئناف الفريق لتدريباته واستعداداته لمباراه الهلال باذن الله. خليني في البدايه يا امير، يعني انا ممكن من خلالك ومن خلال قناه النادي يعني نطمن ونقرب الجماهير شويه اكتر من حاله رمضان صبحي. حلو. يعني رمضان صبحي النهارده شارك في المران الجماعي وشارك في التقسيمه كامله، يعني ان شاء الله اتوقع ان بنسبه كبيره طبقا للي احنا شفناه النهارده في المران وفي التقسيمه والحاله البدنيه اللي عليها رمضان انه يشارك في التقسيمه لنهايتها، من الممكن ومن المحتمل ان رمضان يكون في المجموعه اللي ان شاء الله هتسافر مع الفريق غدا الى السودان. لكن يعني شكله في التمرين الامور عاديه، بيشترك عادي، الدنيا ماشيه كويس بالنسبه له يعني. بالظبط يا امير، يعني بقول لك في المران اللي هو شارك في التمرين الجمال في الجانب الشق البدني مع مستر توماس، وفي التقسيمه شارك من في التقسيمه من البدايه للنهايه. طبقا اللي احنا شفناه نقدر نقول رمضان ان شاء الله يعني بنسبه كبيره ان شاء الله يكون في المجموعه اللي هتكون متواجده غدا لفريق السودان، ونتمنى كل التوفيق للمجموعه يا امير. الشناوي بقى كمان بالمره طمنا عليه. لا هطمنك برضه، الشناوي ان شاء الله خلاص موجود النهارده. الشناوي اكتفى بس كان استشفى واكتفى بالجري الخفيف حول الملعب. لكن الشناوي اتاكد انه ان شاء الله موجود مع الفريق خلاص باذن الله في مباراه الهلال السوداني. طبعا يعني انت عايزين ان هو الشناوي في الحاله وفي الفورمه اللي هو عليها، طبعا الجماهير كلها عايزه تطمن برضه من خلالك يا امير، وده من خلال قناه النادي الاهلي مصدر الاول ومع أكيد. مركز الاعلام النادي الاهلي ومصدر الثقه لجماهير النادي الاهلي. اكيد احنا بنطمن من خلالهم ان الشناوي ان شاء الله موجود مع الفريق ان شاء الله بنسبه كبيره. رمضان ايضا يا امير هيكون موجود مع الفريق ان شاء الله في رحله السودان. طب دي اخبار مبشره جدا. لو رحنا بقى للتمرين يا امير، التمرين انطلق النهارده في تمام الساعه 12 ظهرا. الجزء البدني مع مستر توماس، الحاله البدنيه اللي على لاعب النادي الاهلي وبعض يعني التمارين البدنيه، تمرين قوي جدا يا امير النهارده. ثم مستر فايلر يعني انفرد شويه بمجموعه المدافعين، يعني في بعض الامور في الشق الدفاعي مستر فايلر يعني اللي اختص بيها نفسه النهارده، يعني شفناه مع مجموعه المدافعين احمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول وياسر ابراهيم ومحمود متولي وايمن اشرف ورامي ربيعه. خصصت شويه بالمدافعين النادي الاهلي، كان يعني عامل بعض الجمل ما بينهم وبين اليو باتشي ومروان محسن والشحات وجيرالدو. حاول يشتغل على الشق اللي يعني اللي بعض الامور والجمل يا امير برضه، عشان انت عارف مش هنقدر ان احنا نستفيد فيها اكتر. تركيز شويه مع مجموعه المدافعين في النادي الاهلي، مستر ديفيد سيزا كان مع مجموعه لاعبي خط الوسط وبعض اللاعبين من الشق الهجومي ايضا لاعبي الاطراف. مرتب قوي جدا يا امير النهارده. تقسيمه اختتم مستر ريني فايلر المران بتقسيمه قويه جدا ما بين اللاعبين، كل اللاعبين شاركت في التقسيمه النهارده. تقدر تقول يا امير حاله من يعني نقول حاله من التركيز الشديد من عند لاعبي النادي الاهلي، عارفين قيمه واهميه اللقاء وعارفين النقطه، ومش يعني نقطه فاصله ومشوار فاصل في مشوار الاهلي الافريقي. ايضا الامور التنسيقيه الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ عقب نهايه اللقاء مباشره يا امير، توجه الكابتن سيد عبد الحفيظ غادر من ارض الملعب برفقة الكابتن سمير عدلي إلى المطار مطار القاهرة، متوجها إن شاء الله للسودان للتنسيق والترتيبات. عايزين برضو من خلال القناة الأهلية إن احنا نطمن إن الأمور كلها التنسيق سواء مع السفير كل الأمور يعني، مش عايزين هنا إن يبقى في قلق عند الجماهير، لا الدنيا إن شاء الله كويسة، واللعيبة والمسؤولين الموجودين مع النادي الأهلي عارفين قيمة المباراة، وإن شاء الله يا أمير المباراة تكمل بالانتصار. البرنامج يا امير بالنسبه للغد ان شاء الله الفريق هيستهدف مرانه ظهرا بمشيئه الله. كويس. عقب نهايه المران هتوجه الفريق مباشره الى مطار القاهره لمغادره جمهوريه مصر العربيه والتوجه الى السودان، يعني محملا بقى بدعوات كل المصريين ان شاء الله ودعواتنا كلنا وكل جماهير النادي الاهلي يا امير، ان شاء الله ان لاعبي النادي الاهلي قادرين ان شاء الله يرجعوا لنا بفوز ويرجعوا لنا بالصعود بمشيئه الله يا امير. أنا معاك يا أمير لو في أي استفسار. من غير ما تقول لنا الملامح إيه يعني، لكن ممكن تكون ظهرت ملامح التشكيل يا فاروق؟
بنسبه كبيره يا امير، يعني بنسبه كبيره مستر بنسبه كبيره مستر ريني فايلر يعني استقر. يعني عايز اقول لك ان المباراه النهارده يعني تقدر تقول من اهم التمارين النادي الاهلي قبل مواجهه الهلال السوداني. يعني تقدر تقول ان مستر ريني فايلر النهارده يبدا ان هو يحط ملامح الامور هتمشي ازاي، خاصه ان مش هتقدر في خلال المران في السودان ان انا اقدر يعني اوضح كل اوراقي او اوضح الجمل اللي انا هلعب عليها طبعا او طريقه اللعب. لكن برضه من الامور المهمه جدا يا امير ان مستر ريني فايلر يعني تابع، اتفرج على ماتش الهلال وبلاتينيوم، اتفرج على ماتش الهلال مع النجم الساحلي، تابع المباريات الاخيره ووقف يعني وقف على الثغرات والسلبيات في فريق النجم فريق الهلال السوداني، مشاهده فريق الهلال السوداني يعني برفقه مجموعه الافراد الجهاز الفني سواء ديفيد تيزا او كابتن احمد سليمان اخصائي التحليل في النادي الاهلي، جمع كل الامور الخاصه بفريق الهلال السوداني. وبالتالي النهارده المران تقدر تقول بنسبه كبيره مستر ريني فايلر خلاص يعني وضع يعني بنسبه كبيره بيقدر يحسم المجموعه اللي يبدا بيها اللقاء. حاله الجاهزيه اللي دايما يا امير لما بنتكلم عليها هي بتضع مستر ريني فايلر في حيره من امره، اختيار ال 11 لاعب ده مهم جدا، ده امر كويس. ان فريق الهلال السوداني لا مستر ريني فايلر واضح ان هو مذاكر فريق الهلال السوداني قوي. ان شاء الله يا امير يتبقى الدعوات والتوفيق من توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله ربنا يكرمنا بالصعود والتاهل باذن الله يا امير. ان شاء الله باذن الله يا فاروق. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا كل الكواليس اللي بتتعلق بمران اليوم وبرنامج الفريق كمان لحد السفر يعني بكره.